مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الدين والحياة، حلقة الوصل الدائمة ما بين الدين والحياة. إزاي نقدر من خلال الدين نعيش حياة سليمة آمنة، وفي نفس الوقت من خلال حياتنا إن احنا نخدم ديننا وإن احنا نكون مطمئنين إن احنا بنتعلم تعليم ديننا الدين السليم والصحيح. دايما حلقة وصل ما بين أهل وأصحاب الخير، الناس اللي عايزة تقدم الخير، وفي المقابل حلقة وصل مع الناس اللي محتاجة الخير. إزاي دول يوصلوا لدول من خلال برنامجنا الدين والحياة. النهاردة يسعدني يكون موجود معانا العالم الأزهري القدير دكتور محمد وهدان. أنا بيك دكتور وهدان. أهلا وسهلا دكتور أحمد، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا، وأسأل ربي عز وجل لمصرنا الغالية وللعالم كله إن شاء الله الأمن والأمان والتوفيق والسداد إن شاء الله. احنا النهارده معانا مسجد الرحمه، اهالي القريه، اهالي قريه الحريه، مركز دكابنس بالدقهليه، استغاثوا ببرنامج الدين والحياه وقالوا ان هذا المسجد، مسجد الرحمه، قايل السقوط، محتاج عمليه احلال وتجديد، بيخدم تقريبا 15,000 مسلم ومسلمه بيصلوا فيه. مع اغلاق هذا المسجد وانه قايل السقوط ومحتاج احلال وتجديد، وفي دار لتحفيظ القران اتهدت ومحتاجه ايضا عمليه او اعاده بناء، محتاجين حضراتكم تساعدونا وفي مساهمة كبيرة في عملية الإحلال والتجديد لهذا المسجد عشان نصلي فيه. بنضطر أو محتاجين أهل القرية يصلوا في مسجد، بيضطر أنهم يركبوا مواصلات وتكبدوا مشقة وفلوس ومجهود عشان يصلوا فيه أقرب مسجد قريب منهم. هنشوف مع بعض سريعا مسجد الرحمة بقرية الحرية، مركز ديكابنس بالدقهلية، ونرجع على طول مع الدكتور محمد وهدان بعد الفاصل نتكلم في ازاي نقدر ان احنا نساعد ونساهم في عملية احلال وتجديد بمسجد الرحمة بعد الفاصل. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بحضراتكم من هذا المكان الطيب العام المبارك من قرية الحرية مركز دكرنس محافظة الدقهلية لمعاينة مسجد الرحمة بهذا المكان وهذه البلد. والمسجد في الحقيقة لما عاينا المسجد وجدناه في مسيس الحاجة إلى التجديد، لأن مساحة كبيرة جدا جدا من المكان مهدرة، والمكان صراحة يعني آهل بالسكان ومكان محاط بالمساكن من كل ناحية. والمسجد يعني رأيناه هو المسجد الأوحد في هذا المكان. المسجد يعتبر هو الأول في القرية وعلى الطريق، وزي ما انت شايف كده المسجد في حاجة للتوسعة، لأنه يعني في حوالي مساحة كبيرة ومحتاجين ان احنا ندخلها في المسجد. المسجد ده الوقت كان يعني يعني هائل للصوت كله من تحت، والقبلة بالذات والله كان حديدها باين تمام. فسقف المسجد الشتك زي ما انت شايف هايل الصوت، فمقفول ما حدش بيصلي فيه. المسجد ده احنا نشأنا ولقناه، طبعا اتعمل بالجهود الذاتيه، وكان في دار تحفيظ قران بنيجي نتعلم فيها. لما وقع علينا السقف من فوق ما عادش حد بيجي حتى دار تحفيظ قران، قدام منه حتت سكنيه يعني لو اتضمت للمسجد هتكبر مساحته. فبنشد اهل الخير ان هم يقفوا معانا، بنشدهم ان هم يساعدونا فيه. المسجد ده يعتبر هو المسجد الام في القريه. المسجد بينهار علينا واحنا بنشد اهل الخير ان هم يقفوا معانا وساعدونا. قبل الفاصل شفنا سوا مسجد الرحمة بقرية الحرية مركز كيرنس بالدقهلية، وشفنا قد ايه هو قايل السقوط. دكتور وهدان، أهمية المشاركة في عملية الإحلال والتجديد لبيت من بيوت ربنا، وشفنا دار لتحفيظ القرآن اتهدت وناس محتاجة سرعة وجود مسجد وبيت من بيوت ربنا يصلوا فيه، أهمية ده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحانه خلقنا ورزقنا وأعطانا خيرا على قدره، وطلب من العباد أن يشكروا الله عز وجل على قدرهم. نشكر الله بجملة مكونة من كلمتين هما الحمد لله على كل ما أعطانا الله سبحانه وتعالى، وصلاة وسلاما يليقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قابل أحد الصحابة واسمه حارسة، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أصبحت يا حارسة؟ فقال: يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا.
فقد له النبي عليه الصلاة والسلام لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأضمأت نهاري، يعني صمت ربنا سبحانه وتعالى، وأسهرت ليلي أصلي لله عز وجل طوال الليل، ولكأني أنظر إلى عرش ربي عز وجل بارزا، ولكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها، ولكأني أنظر إلى أهل النار وهم يتعاون فيها، أي وهم يصرخون فيها. فقد له النبي عليه الصلاة والسلام عرفت فالزم. وفي رواية أخرى ماذا تقولون في عبد نور الله عز وجل قلبه؟ الله. اللهم إني أسألك أن تنور قلوبنا جميعا بنور الإيمان يا رب العالمين. اللهم صل على الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبارك الله فيك دكتور أحمد أن طرحت هذا الموضوع المهم، وهو أهمية بناء المساجد في الإسلام. المسجد في الإسلام هو دار العبادة ودار السلام، هو دار الإسلام. المسجد أول حاجة عملها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة، أنشأ المسجد النبوي المبارك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المسجد الذي يعد جامعة كبيرة جدا، يعني نحن نقول في عصرنا الحاضر لمن تخرج من جامعة الأزهر مثلا أنه أزهري وإنه من سكندرية بالنسبة لجامعة اسكندرية، كذلك أيضا من تخرج من جامعة المسجد يقال له مسجدي، وهذا لقب تفخر به الأجيال على مر التاريخ وعبر الدهور. في المسجد تخرج، أو من جامعة المسجد تخرج الزعيم الملهم كعمر بن الخطاب، والحي الكريم كسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، والعلم الكبير الشجاع سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعالم الفرائد سيدنا عبد الله بن زيد، وبلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء تخرجوا من جامعة كتب على بابها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا أردنا أمنا وأمانا للمجتمع، فمهم جدا أن ننشئ مساجد تخرج شبابا بعيدا عن التطرف، وبعيدا عن الإرهاب، وبعيدا عن مشاكل التي تواجه الشباب هذه الأيام. إذا أردنا أن نعلم أولادنا القيم النبيلة، إذا أردنا أن نعلم أولادنا محبة الوطن، فلا بد من الاهتمام بالمساجد، لأن المساجد الناس بتروح تصلي فيها صلاة الجمعة، ويصعدون فيها إلى الخطيب، يصعد إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم الناس في هذا المكان أصول الدين وقواعد الإسلام الحنيف. فمهم جدا أن احنا ننشئ مسجد في كل مكان يسجد فيه الناس لله سبحانه وتعالى، ومن يفعل ذلك يا دكتور أحمد له ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وسيدنا النبي قال لنا في حديث واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، من بنى لله مسجدا، اللي يبني ربنا جامع، ايه ثواب عند ربنا سبحانه، ولو كان مفحص قطاع، قطاع ده طائر صغير جدا، يعني حاجة صغيرة قوي، يعني بنى الله له قصرا في الجنة. شوف الثواب عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. فأنا بقول لكل الناس اللي شايفينها دلوقتي، هيا بنا نبني لكل واحد فينا قصرا في الجنة، بأن احنا نساهم في تعمير بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. وعايز أقول للناس حاجة تانية مهمة جدا كمان، يجب أن عندما نخرج صدقاتنا لإنشاء المسجد أن تكون هذه الصدقات لله سبحانه وتعالى، لأن ربنا قال لنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني إيه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ يعني عندما تنوي أنك تقدم الصدقات قدمها ابتغاء مرضات الله، وليس إرضاء لفلان ولا إرضاء لعلان، يعني إنوي خير زي ما سيدنا النبي علمنا وقالنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. البعض بيقول إن عملية تطهير المال دي بقت مسألة مهمة جدا في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، فدايما نقول طب نحاول نطهر مالنا ازاي؟ هل الإنفاق على عملية الإحلال والتجديد لهذا المسجد؟ هل الإنفاق على إعادة بناء دار لتحفيظ القرآن الكريم ده يعد نوع من أنواع تطهير المال ولا لا؟ وأهمية تطهير المال إيه في الزمن؟ شوف ده؟ الله سبحانه وتعالى حسم هذه المسألة، مسألة تطهير الأموال، في القرآن العظيم، فقال الله سبحانه وتعالى لرسوله، وهو أمر لنا أيضا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن فالزكاة لا تنقص من قدر المال، والصدقة لا تنقص أصلا من المال.
واللي عايز ربنا يكرمه في الدنيا وفي الآخرة يطلع صدقات للفقراء. والإنسان فينا عندما يلقى الله سبحانه وتعالى يتمنى الرجوع إلى الدنيا عشان يعمل حاجة واحدة، تعرف فيها إيه؟ تقديم الصدقة. الصدقة وفعل الخير، هو ربنا قال كده، مش أنا اللي قلت، ده ربنا قال في القرآن فأصدق وأكن من الصالحين، ما قالش فأصوم فأزكي ولا حج ولا عمرة ولا أي حاجة، قال فأصدق. ليه؟ لما يرى يا دكتور أحمد من ثواب الصدقة وفضلها عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده مهم جدا، حتى لازم الناس كلها تعرف اللي شفناه دلوقتي، أن صدقة السر تطفئ غضب الرب بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب بعد إذنك بس توقفتين عند فكرة السر، يعني البعض بيقول طب ما العلانية برضو مهمة عشان أبقى قدوة وشجع غيري إن هو يشارك فيها. والله ربنا سبحانه وتعالى تحدث في هذه المسألة فقال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سرا وعلانية، وإن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فقدم السر أولا. ليه؟ لأن ثواب صدقة السر ليس فيها خيلاء، ليس فيها كبر، ليس فيها منظرة، ولكن أنت بتطلع هذا المبلغ طاعة لله، فعشان كده هي أكثر ثوابا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها أولا، قال سرا وعلانية. للعلانية له ثواب، لكن اللي بتطلعها سرا ده له ثواب عظيم جدا. وحيتك عارف الحديث الصحيح، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وسيدنا النبي قال ومنهم ذكر منهم بإيه؟ ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله أو ما تنفق يمينه. يبقى قدم الصدقة سر لله سبحانه وتعالى، صدقة السر دي لها ثواب عظيم جدا. وعايز أقول لحضرتك دكتور أحمد وكل السادة المشاهدين، لو أنت عايز ربنا يكرمك في الدنيا وفي الآخرة، اجعل بينك وبين الله عز وجل سرا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب احنا دلوقتي من قرية الحرية وبدكام مركز ديكرنس ومسجد الرحمة اللي استنجد بينا وبقصة البرنامج، برضو أهالي ديكرنس لجأوا لينا، لأن احنا دايما بنقول حلقة وصل ما بين أصحاب وأهل الخير والناس المحتاجة الخير، ودايما بنقول مش بس احنا موجودين علشان عمليات إحلال وتجديد المساجد، لا كمان الناس اللي عندها مشاكل مادية، الناس اللي عندها مشاكل في توفير بيت آمن يسترها يستر ولادها، أو عندهم مشاكل زي مثلا عدم وجود مية ليهم. بني عربان بمركز ديكرنس بالتقاهلية استنجدوا بالبرنامج علشان بيعانوا من مشكلتين، مشكلة عدم وجود نقطة مياه نظيفة، مش عايزين مية عشان بس يعني يستحموا بيها ولا عشان يغسلوا هدومهم، ده مش لاقين مية يشربوها، بالإضافة كمان ان اهالي القرية عندهم مشكلة في توفير اسقف للبيوت عشان تسترها من الـ 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 الناس وتسترها كمان وتحميها من الشتاء والصيف. هنشوف مع بعض اهات اهالي هذه القرية، ونرجع مع الدكتور وهدان نشوف أهمية ستر المسلم ايه في الدنيا، بالإضافة كمان الى أهمية توفير المياه لأهالي القرية. شوف مع بعض. مأساة كبيرة وما يعرفش قيمة النعمة إلا اللي اتحرم منها، ناس إمكانياتها محدودة، وده الحال عشان يقدروا يشربوا ويعيشوا، وكل واحد له كمية محددة تكفيه هو وأسرته، وطبعا مستحيل تكفي. فرصة نغرز الخير ده ونكون سند وعون ليهم. أنا محتاجة نقدرة المية والحمام دي، مفيش حدا والله بشرب المية، شربت المية بشرب. عايزة بس حتى تعمل لك المية. عايزة مية وعايزة أسفل البيت ده هو وأعمل لحمام نظيف. ده غير بيوت تقريبا واقعة أو مهدومة، بس للأسف مفيش بديل ومفيش مكان يحتموا بيه إلا كده. عند البيبان متكسرة، بنام وحط ورا الباب دي طوبة، ورا الباب اللي نايمة فيه طوب، بجيب الحاجة بتبوظ علي. عايزة بس تلاقي احط فيها الاكل. وانت بدون قطن في الحتة دي. انت شفت بعينك وده واقع، وكلنا لازم نتكاتف ونساعد، وخير الناس انفعهم للناس.
اكيد هنتحاسب لما احنا نبقى عايشين في بيوت كده وبنشتكي من الجو حر شويه في الصيف، لا ده الجو ساقع شويه في الشتاء، وفي ناس من اهالينا ومن قرايبنا واصحابنا كده ممكن يكونوا ساكنين في مثل هذه الاراضي، ما اقدرش اقول في مثل هذه البيوت لانها تقريبا هي بيوت شبه بيوت من غير اسقف من غير ستر. دكتور وهدان، دورنا ان احنا ايه كمجتمع قابل انه يعيش وشايف اخواننا وقرايبنا واهلنا ساكنين في بيوت من غير اسقف تحميهم من نظرات الغرب، من شتاء شديد، من حر في الصيف، اهميه الستر ايه ومساعده الناس دي؟ شوف حياتك، يقول بعض الحكماء ما استحق ان يولد من عاش لنفسه فقط. نعمه الستر من اجل النعم التي انعم الله سبحانه وتعالى بها على الانسان. عشان كده من دعاء الصالحين: اللهم استرنا واستر أولادنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك ربع منه. في ستر، وفي حاجة اسمها تانية الستر الجميل. الستر الجميل ده أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وما يفضحكش قدام أحد من الخلق، وتعيش مستور قدام خلق الله سبحانه وتعالى. ودي من أعظم النعم اللي ربنا أنعم بها على الإنسان. عشان كده مهم جداً بدعو كل الناس إلى المساهمة في ستر هؤلاء الناس الذين يحتاجون إلى الماء، يحتاجون إلى المساعدة. إحنا كلنا في الحر طبعا بنبقى تعبانين جدا بدون تكييف، وفي الشتاء برضو بنبقى تعبانين جدا من غير بطاطين ومن غير غطا. فواجبنا أن إحنا نساعد هؤلاء ونقف هؤلاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حسم هذه المسألة عندما قال في الحديث الصحيح: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. يعني ومن فضح مسلما لن يتركه الله سبحانه وتعالى ولو في قعر بيته ولو جوه بيته. واعتقد ان التاريخ مليء بالقصة اللي بتبقى لنا حكمة الستر او اهمية الستر في حياتنا. ماعز ابن مالك كان طفل صغير كده، والده كان تعبان فشعر انه هيموت، فذهب الى جاره كان اسمه ابو مالك الاسلمي وقال له: يا مالك وصيتك ابني. ومات فعلا وكبر ورباه الراجل وجوزه. فلما جوزه رجع له قال له: انا ارتكبت ابشع جريمه يمكن ان ترتكب على الارض، وهي جريمه الزنا. خذوا هذا الصحابي الجليل وذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاه والسلام يريد ان يستره ويقول: لعلك يقول له الناس كلها حافظه الحكايه، وهو يقول له: اني اغضبت الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شموا فمه فلعله كان ثملا، يعني سكران لا يدري ما يقول، فشموا فمه وقالوا له انه لم يشرب خمرا يا رسول الله. أقيم عليه الحد، وبعد ما أقيم عليه حد الله سبحانه وتعالى، الشاهد في كل ده بقى إيه؟ قال له إيه بقى؟ الرسول بقى جاب الرجل الذي رباه اللي هو أبو مالك، وقال له: بئس ما صنعت بيتيمك. يعني بئس ما صنعت، يا ريتك ما كنت جبته لي، لو سترت عليه بطرف ردائك لكان خيرا لك ولكان خيرا له. شوف أهمية الستر في حياتنا. ده درس نتعلمه في حياتنا بدل ما احنا عاملين نقاضي الناس ونحكم على الناس ونتهم الناس في السوشيال ميديا ونكتب كلام وحش على الناس ونسيء لخلق الله سبحانه وتعالى، ونسيب ناس ظروف صعبة في داخل قرية حالتهم صعبة جدا، بيلتحفوا بالسماء ونايمين على حصر ولا حتى حاجة تعبانة جدا. فإحنا وجبنا احنا نساعدهم. وبرضو عايز أقول يعني المشاهدة فقط لا تكفي، إنك تقعد تتفرج وحرام، معقول يا جماعة في ناس زي دي بس عايشة كده؟ يعني المشاهدة فقط لا يكفي، لابد من المشاركة في تغيير الواقع اللي احنا أهلنا عايشين فيه. هنشوف مع بعض أوجاع بني عربان، إن هي مش بس عدم وجود بيوت بسقف ومشكلتها دي، لا، نجل عربان عندهم مشكلة تانية كمان في عدم وجود مياه نظيفة، بيعانوا بيقولوا: يا جماعة احنا مش لاقيين مية نظيفة نشربها. نفتكر مع بعض أهاتهم وأوجاعهم وبنطلع فاصل، وراجعين بعد الفاصل مع دكتور وهدان. اتفضل. مأساة كبيرة وما يعرفش قيمة النعمة إلا اللي اتحرم منها. ناس إمكانياتها محدودة، وده الحال عشان يقدروا يشربوا ويعيشوا، وكل واحد له كمية محددة تكفيه هو وأسرته، وطبعا مستحيل تكفي. فرصة نغرز الخير ده
ونكون سند وعون ليهم. أنا محتاجة نضرة المية والحمام دي، ما فيش حدا والله بشرب المية، شربت المية بشرب. عايزة بس حتى تعمل لك المية. عايزة مية. وعايزة أسفل البيت ده هون وأعمل له حمام نظيف. ده غير بيوت تقريبا واقعة أو مهدومة. بس للأسف مفيش بديل ومفيش مكان يحتموا بيه إلا كده. عند البيبان متكسرة، بنام وحط ورا الباب دي طوبة، ورا الباب اللي النايمة فيه طوبة. بجيب الحاجة بتبوظ علي. عايزة بس تلاقى أحط فيها الأكل وتبدلوا قطن في الحتة دي. أنت شفت بعينك وده واقع، وكلنا لازم نتكاتف ونساعد، وخير الناس أنفعهم للناس. معقول يا جماعة في 2020 واحنا لسه بنشوف اهالينا وقرايبنا ومشكلتهم هو توفير نقطة مياه نظيفة للشرب؟ احنا هنا مش بنتكلم نقول المياه بتتقطع، لا ده المياه هتتقطع 3 ايام او يومين، لا احنا بنتكلم هنا عن بهدلة وزي ما انتوا شفتوها كده، وفلوس ومشقة وتعب عشان نشرب مياه. تخيلوا معايا المياه دي لما توصل لهم هتوصل لهم ازاي. فممكن نشارك ونساعد في توصيل وصلات مياه نظيفة لأهالي النجع اللي احنا شفناه مع بعض. أهمية توفير المية، واحنا بنتكلم المية موجودة في القرآن الكريم وفي أحاديث كثيرة، أهمية المشاركة في توفير المية دي يا دكتور؟ الماء ذكر في القرآن العظيم في مواضع كثيرة، من بينها قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقال في آية أخرى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وربنا قال لنا في القرآن العظيم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو أصل الحياة، إذا توفيره ده أمر ضروري جدا وأمر لا يستطيع أن يستغني عنه الإنسان أبدا. وعشان كده الإسلام العظيم جعل الثواب العظيم لمن يسقي عطش الناس، لمن يروي عطش الناس، ده له ثواب عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. هتقولي فين الدليل على كده؟ هقول لك الدليل الحديث: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها إذا هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ودخلت امرأة بغي الجنة، ست كانت مشاها كانت بعيدة عن منهج الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك غفر الله لها وأدخلها الله الجنة، لأنها سقت كلبا، يعني وجدت كلبا عطشانا، فجاءت بملأت خفها أو شيء عندها وسقت هذا الكلب، فغفر الله سبحانه وتعالى لها. خد بالك يا دكتور أحمد، هي سقت إيه؟ هي سقت كلب، لم يعني مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لم تسقي إنسانا أعظم ما خلق الله سبحانه وتعالى، فاللي سقى كلب دخل الجنة. فبالك بقى باللي بيروي ظمأ، إنسان يحتاج إلى شربة ماء خصوصا، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أكد فيها الحديث الصحيح أن الناس شركاء في ثلاثة، وذكر منها الماء. الماء موجود بكثرة في هذا الكون، ويمكن الكرة الأرضية فيها ماء كثير جدا، وهي الماء هو سر الحياة، يعني مفيش كائن حي، مفيش كائن حي يستطيع، عشان كده هو موجود في يعني في كل مكان، زي الهواء بالضبط. الهواء تستطيع مثلا سبحان الله انك انت تلاقيه موجود في كل مكان في الكون، والميه موجوده بكثره يعني نظر لاحتياج الناس اليها. النار مثلا عشان الناس مش محتاجه لها كتير تلاقيها قليله، وربنا قال: افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون. فتبارك الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى وعلى كل شيء قدير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الايات اعطى لكل انسان فينا اربع حاجات: الخلق والتسويه والتقدير والهداية. نعم. خلقنا من العدم المحض وسوانا في أحسن تقويم، وقدر لنا أرزقنا من المية ومن الطعام ومن الشراب، والهداية هدانا ألينا طريقين وهديناه النجدين، ده طريق الخير امشي فيه وده طريق الشر ما تمشيش فيه، وانت اختار، وفي الآخر هتتحاسب. والدنيا اللي احنا عايشين فيها كلها دي دكتور أحمد عاملة زي سوبر ماركت، تخش كده هايبر كبير اشتري منها، اشتري اللي انت عايزه وخد اللي انت عايزه، كل حاجة موجودة، وهتتحاسب على كل حاجة. وانت خارج على البوابة هتدفع، لازم. فالدنيا كده اعمل اللي انت عايزه فيها، بس هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى سوف تسألون، زي ما ربنا ويقولون الناس الوحشة هيقولوا ايه؟ ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا
ولا يظلم ربك أحدا. فثواب عظيم جدا جدا لمن يروي عطش الناس، لمن يسقي هؤلاء الناس، لمن يقدم كوبا من الماء النظيفة لهؤلاء الناس المحتاجين. أكيد ده عمل عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. بشكر الداعية الإسلامي القدير والعزيز دكتور محمد وهداني العالم الأزهري القدير، بشكرك جدا دكتور وهداني. شكرا جزيلا. وبشكر حضراتكم وبشكر كل الناس اللي بتتواصل مع البرنامج عشان نعرض مشاكلهم وأوجاعهم للمشاهدين. النهاردة كان معنا مسجد الرحمة بقرية الحرية بديكابنس بالدقهلية، وشفنا قد ايه كان عندنا مشكلة في مسجد كبير قايل السقوط، وفي دار تحفيظ القرآن الكريم تهدد، فمحتاجين إعادة بناء لهذا المسجد بالإضافة لقطعة الأرض اللي قدامه بالإضافة إلى دار تحفيظ القرآن الكريم. ياريت نشارك بسرعة في عملية إحلال وتجديد المسجد الرحمة. والدكتور وهدان كلم عن أهمية هذه المشاركة بالإضافة أيضا إلى أوجاع نجع العربان من عدم توفير مياه نظيفة لأهالي القرية، وأيضا عدم وجود أسقف للبيوت اللي الناس قاعدة فيها أو عايشين فيها. بكده خلصت حلقة النهاردة من الدين والحياة. بنستقبل دايما مشاكلكم وبنصورها وبنعرضها لحضراتكم. أشوفكم على خير دايما، مع تحياتي أنا أحمد عبدون.